اجتماع هام وكان اجتماع ايجابي. بحال اللي كتعرفوا جميعا المبادره الدوليه السنويه كانت بخطاب اجابه السنه 140. بحال اللي كنذكروا جميعا كانت المبادره الملكيه السنويه من هذا السنة بمناسبة ذكرى 48 من سيرة الخضراء، واللي أكد فيه جلالة الملك على أن إطلاق جلالة الملك لمبادرة دولية لتمكين دول الساحل، منطقة الساحل، الوصول إلى المحيطات. المبادرة الملكية السامية كتجي امتداد العناية خاصة فيما بخص الجمعية السادسة للمملكة الساحلية. هذا قلت في 2000 سنة 2000 جلالة الملك من القرارات الأولى اللي خدها هي تمكين دول الساحل من إيصال رضائعها إلى المغرب بدون جمرك، و يعني عدم وإلغاء كل ديون اللي كانت بلادها. جلالة الملك قام بمجموعة من الزيارات دول الساحل الشرقي. اليوم عندنا تقريبا 2000 طلبة دول الساحل الشرقي. عندنا مبادرة من جلالة الملك 1050 إمام من دول الساحل في محل محمد السادس اللي تكون الأئمة المرشدين والمرشدات. اهتمام جلالة الملك بهذه المنطقة كان دائم. المقاربة الملكية لمعالجة قضايا منطقة الساحل دائما مبنية على مجموعة أسس أهم ثلاثة. الأساس الأول هو أن دول الساحل ماشي مشكل، ماشي عيب. دول الساحل هي فرصة. دول الساحل هي فرصة لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار إفريقيا وعلى المستوى العالمي. دول الساحل كان عندها دائما دور تاريخي إيجابي، ما خصناش نحولوها اليوم لواحد اللي كيخون كيدخل. دول الساحل المشكل في المقاربة ليها، المشكل ماشي في دول الساحل. هذه المقاربة وهذه هي الصورة الثانية. قضايا والمقاربة العسكرية الأمنية لمشاكل دول الساحل مهمة ولكن غير مقاربة التنموية هي المقاربة اللي ممكن تخلينا نعالجوا المشاكل الحقيقية لدول الساحل. هذه المقاربة التنموية هي اللي كانت دائما وراء كل تحركات جلالة الملك السادس، سواء على المستوى الثنائي مع الدول المكونة لهذه المنطقة مالي، تشاد، بوركينا فاسو والنيجر، أو كمجموعة. كان دائما جلالة الملك يدعو إلى تغليق منطقة التنمية ومقاربة التنمية لمعالجة قضايا منطقة الساحل. جلالة الملك كان دائما كيعتبر بأن دول الساحل واستقرارها خصو يكون نابع من إرادتها ولا أن يفرض عليها أو من الخارج. هذه الدول عندها من التاريخ، عندها من الإمكانيات، عندها من الرجال اللي يمكن انهم هي اللي تصيغ تصورها لمستقبلها. وبان حتى هذه المبادره اللي اطلق جلاله الملك، جلاله الملك يريد ان تكون مع هذه الدول وبمشاركه هذه الدول في بلوره عناصرها، لان دول الساحل تعقدت عشرات المؤتمرات الدوليه الاقليميه حول الساحل، كانت دائما الساحل هو جدول الاعمال. يمكن الساحل تحل الى خدا هو المبادره، ما يكونش جدول الاعمال، يكون هو اللي يقرر في المصير. فمن هذا المنطلق كانت المبادره الملكيه الساميه لربط هذه الدول حول المحيط الاطلسي من خلال الموانئ المغربيه خاصه في الاقاليم الجنوبيه المغربيه. وثانيا على هجرات الملك في خطاب 6 نوفمبر، هذا يحتاج الى تطوير البنيات التحتيه لهذه الدول
وربطها بمحيطها الاقتصادي الإقليمي. نقاشاتنا كانت مهمة حول أهمية ديال هذه المبادرة الملكية، والبيان الختامي اللي وافقوا عليه كل المشاركين أولا كيعبر على الدعم لهذه المبادرة، والشكر لجلالة الملك محمد السادس، كيأكد بأن الدول من خاطرت هذه المبادرة وأنها غتشتغل لتملكها وللمساهمة في تنفيذها، وأن غتكون هناك متابعة باش كل اقتراحات لجلالة الملك ولإخوان رؤساء الدول حول كيفية تفعيل هذه المبادرة في أقرب وقت ممكن، لأنها مبادرة من خلال السياق ديالها، من البعد الاستراتيجي ديالها، من المحتوى ديالها، يمكنها تكون واحد العنصر غير استراتيجي للمقاربة للمنطقة الساحلية، اللي كيقولوا إتس جيم تشينج، غادي تغير المقاربة وتغير الوضع في منطقة الساحل، وهذه كانت بحال كل الاقتراحات اللي بدات جلالة الملك فيها هذا بعد النظر، وفي هذا الأساس أنها ما تكونش إجابة لمشاكل آنية، بل تكون تقديم إجابات لمشاكل عميقة، لحلول ما تكونش حلول سهلة، حلول حقيقية للمشاكل الحقيقية لهذه الدول. وهذه المبادرة كتنضاف للمبادرات اللي خدا جلالة الملك في إطار السياسة باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.